الخاين بقى بيسموه الوطني والزعيم الشريف، الشريف قوي ان شاء الله، الوطني قوي ان شاء الله. غير كده بقينا نشوف ان التفريط في الارض المصريه بقى بيتم تسميته الاستثمار. كيف تبيع ارضك وتسمي هذا البيع بالاستثمار؟ كيف يهون عليك عرض البلد وشرفها وتسمي ده استثمار؟ ازاي تبقى واحد بجح تطلع تقول للناس اصل ثورة يناير عرت كتف البلد وكشفت ظهرها وعلشان كده راح منا النيل؟ اذا كان راح منا النيل علشان ثورة يناير، فترى يا هل ترى راس الحكمة راحت مننا عشان ايه؟ ارض مصرية على التراب المصري بتتملكها الامارات، ده بسبب يناير. دلوقتي راس بناس بتتملكها السعودية، ده برضو بسبب ثورة يناير. دلوقتي التفريط في كل مقدرات الدولة المصرية سببه ثورة يناير ولا سببه الخاين اللي قاعد على سدة الحكم ولسه بيخدع البعض في حضراتكم؟ والحمد لله أغلب ناسنا وشعبنا شايفين الصورة واضحة وشايفين الحقيقة من غير رتوش، وبيقولوا للعور انت عور في عينك، وبيقولوا للخاين انت خاين، وبيقولوا العميل الإمارات أو السعودية أو إسرائيل انت عميل مش أي حاجة تانية. الناس أوعى من إن عبد الفتاح السيسي ولا إعلامه الرخيص يضللهم، الناس أفهم مما تتخيل حضرتك. يمكن البعض يخاف عشان بتقتل وتسجن وتعدم، ممكن يكون الإنسان يخاف بعض الأوقات علشان عياله، علشان مستقبلهم، علشان أكل العيش. بس في اللحظة اللي هيبقى أكل العيش هو والموت سواء، الحياة على الأرض زيها زي الموت، بيع الأرض والشرف ودم الأجداد وحاضر الأولاد ومستقبل الأحفاد، لما يبقى كلهم بنفس الحزة مع الموت، فالناس هتقولك طب ما نموت أحسن، على الأقل نموت بكرامة. ناس بتفكر كده، ناس بتقولك البلد أهم، عرض البلد أهم.